نرى أيضا من ضمن هؤلاء المستوطنين المتواجدين هنا أيضا عضوة كنيست من حزب الليكود. هذا يعني انظروا إلى هذه الصبية تحمل العلم الفلسطيني وتلاحق من قبل أفراد حرس الحدود. انظروا إلى هذه الصورة أمام هذه الأعلام الإسرائيلية، يلاحقون إحدى الفتيات التي تحمل العلم الفلسطيني، كانت قد خرجت به الآن من ساحة باب العمود. لا يمكن وصف هذا المشهد الذي نراه الآن سوى بالمشهد مشهد استفزازي من الدرجة الأولى لمشاعر الفلسطينيين هنا في ساحة باب العمود. طبعا ترون بأن أفراد حرس الحدود هنا متواجدون لتأمين هذه المسيرة وليس لمنع الاحتكاكات، لتأمين هذه المسيرة، ومن أجل تأمينها لابد من قمع الفلسطينيين الذين يتصدون لهذه الأعلام بالتكبيرات. كان يمكن لهذه المجموعة أن تخرج من أي باب من هذه الأبواب، ولكن اختيار باب العمود لم يأتي صدفة. هم يصلون إلى هنا لاستفزاز مشاعر الفلسطينيين المسلمين المقدسيين الذين يعتبرون يعني هذا المكان هو بوابتهم الرئيسية نحو البلدة القديمة. وهذا كل هذا طبعا نشهده قبل أن تبدأ مسيرة الأعلام التي من المقرر أن تصل إلى هنا في حوالي الساعة 6:15. يمكن أن نرى من هنا أيضا فتى يحمل العلم الفلسطيني في مواجهة ما يحدث. إذن هذه هي المشاهد هنا. الوضع متوتر للغاية في ساحة باب العمود، لم تبدأ بعد الإغلاقات التي يفترض أن تفرضها قوات الاحتلال في هذه المنطقة، لم تنشر بعد الحواجز الحديدية، يفترض بهم نشرها تقريبا في الساعة الواحدة. الآن يلقون بعض زجاجات المياه على المستوطنين المتواجدين في ساحة باب العمود. مرة أخرى في عملية كر وفر يصعد مرة أخرى أفراد حرس الحدود إلى الشارع الرئيسي هنا، شارع السلطان سليمان، لملاحقة الشبان. شاهدنا قبل قليل أكثر من عملية اعتقال للفتية الذين كانوا متواجدون هنا وأرادوا التصدي لهذه المسيرة، لهذه المجموعة من المستوطنين التي نراها الآن تنسحب نحو البوابة، نحو باب العمود، ربما للعودة إلى داخل البلدة القديمة، ولكنها يعني دخلت إلى هنا، رفعت الأعلام الإسرائيلية في قلب يعني في النقطة الأكثر حساسية التي تعتبر يعني منذ عقد هي مركز اجتماعي وتجاري للفلسطينيين، وها هم ينسحبون مجددا. نراهم ينسحبون مجددا، ولكن أيضا هناك مجموعة أخرى من الفتية من المستوطنين أيضا يرفعون العلم الإسرائيلي ويدخلون إلى ساحة باب العمود. نعم، يبدو بأن هنالك مواجهات واحتكاكات. نعم، الفلسطينيون يريدون اختطاف العلم الإسرائيلي، إنزاله من المستوطن الذي يحمله ويرفعه في ساحة باب العمود. هي بالفعل هذه الأيام، هذه الأسابيع الأخيرة، هذه معركة الأعلام تصل اليوم إلى ذروتها هنا. الصراع على الرواية، الصراع على من سيرفع العلم في عاصمته، في عاصمة الفلسطينيين. اليوم كان هنالك تصريح لنفتالي بنت رئيس حكومة الاحتلال، يقول فيه بأن القدس ستبقى موحدة ولن يكون هناك أي يعني سياسي إسرائيل، لن نسمح بتقسيم القدس، القدس ستبقى موحدة. ولكن فلننظر إلى هذه المشاهد ونرى أي قدس هذه الموحدة. هي موحدة طبعا بقوة السلاح، بقوة القمع،
كل ما تفعله إسرائيل اليوم هو محاولة فرض سيادة بالقوة. لو كان لديها هذه السيادة لما احتاجت لكل هذه القوات لتأمين هذه المسيرة. يقول الإسرائيليون وأيضا أساس الإسرائيليون بأن هذه العاصمة الإسرائيلية، ويعني من الطبيعي أن نسير في عاصمتنا على حد قولهم مع رفع الأعلام الإسرائيلية، ولكن لو كانت هذه بالفعل عاصمتهم ولو كان لديهم سيادة لما كنا رأينا هذه المشاهد هنا في الحقيقة. يعني نتابع معك.